بسم الله الرحمن الرحيم. ونقول where is it from unit 7، يعني الحاجة دي جاية منين، من أين تأتي. وأكيد هو هيتكلم عن حاجتين، هيتكلم عن الفارم animals وهيتكلم عن الانيمال بروتاكتس. الانيمال بروتاكتس، طيب إيه بقى موضوع الفارم animals والانيمال بروتاكتس ده؟ لو أنا بصيت للإكس ده، هو البيض ده، هلاقي إنه هو بيجي من إيه؟ من التشيكن. طب لو أنا بصيت للميلك هلاقيه بيجي منين؟ ممكن من الكاو، من الكاو. طب لو انا بصيت للول هيجي منين؟ من الشيب. طب لو انا بصيت للتشيز هتيجي منين؟ ممكن تيجي من الجوت، في بعض الاغنام بتعمل الحاجات دي، او الشيب، بس الاساس ان هي تيجي من الكاو. اوكي، نفس الكلام للبتر والميت. البتر والميت دول هيجوا منين؟ هيجوا من الكاو. اوكي كده، بتر اللي هي الزبدة، وتشيز اللي هي الجبنة. مركز يا فندم، مركز. طيب دول بيقول لي الفارم انيمالز، فارم يعني فارم انيمالز اللي هم حيوانات المزرعه. احنا قلنا فارم اللي هي المزرعه، وهنضيف عليها كلمه انيمالز اللي هي الحيوانات. ده طبعا غير الحيوانات اللي ما بتذاكرش وما بتعملش الهوم ورك، ما لناش دعوه بيها. طيب ريبيت افتر مي. انيمالز، فارم، دك، هورس، جوت، كاو، دونكي، rabbit، sheep، fish، chicken. خلي بالك هو ده sheep مش cheap، لان انت لو قلت cheap تقصدي بها كلمة رخيص، عكس expensive غالي. eggs، milk، wool، cheese، butter، meat. it's your turn. animals، farm، duck، horse، goat، cow، donkey، rabbit، sheep، fish، chicken، eggs، milk، wool، cheese، butter، meat. تمام. طيب بعد كده هيبدأ يتكلم عن البليسز أو الأماكن، ويبدأ يقول لي repeat after me: school، restaurant، market، museum. school، restaurant. هقسمها لثلاث حاجات: rest و restaurant. restaurant، market، museum. okay. طيب احنا قلنا المدرسة اللي هي school، مطعم restaurant، سوق market، ومتحف اللي هو الميوزيوم. In other words اللي عندي، repeat after me: vegetables، trap، yesterday، interesting، wing، feathers، beak، water. It's your turn. vegetables، trap، yesterday، interesting، wing، feathers، beak، water. تمام. طيب بعد كده بيقول لي ان انا عندي نوعين من الافعال. ايه الافعال دي بقى؟ طيب ركز معايا كده اهو، ونيجي نقول نوعين من الافعال. ايه الافعال دي؟ في افعال معينه لو انت لقيتي اخرها حرف ايه، وعايزه تقوليها ان هي بقت ماضي وخلاص، يعني حصلت وخلاص، انت بتحط لها letter دي، بتحط لها ايه؟ دي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا الفيرب زي لايك، يحب. انا عايز اقول مثلا ان انا كنت بحب مثلا الايس كريم، بس دلوقتي مش بحبه. مثلا حبيت الايس كريم ده زمان ولا دلوقتي؟ زمان. يبقى في الحاله دي هتروح حط لها letter دي، حرف دي بس. تمام. طيب كلمه ليرن معناها يتعلم. عايز اقول انا بتعلم انجلش. طب انا كبرت ما بقتش بتعلم انجليش، اتعلمته وخلاص. هو هنا ده اخره ايه؟ لا. طيب يبقى في الحاله دي راح حاطط له اي دي. يبقى انت عشان تقول ان الحاجه حصلت وخلاص، تعالي نكتبهم من اهو، ركزي اكتر معايا. الباست سامبل، ركز معايا يا باشمهندس. علشان تقول ان الحاجه حصلت وخلاص، انا بحط للفيرب ده دي او اي دي. طب انا امتى بحط الدي وامتى بحط الاي دي؟ هقول لك. لو انا بصيت كده اهو على الفيرب، لقيت الفيرب ده هو نازل عنده ايه، ينفع احط له اي دي؟
لا. طب ما هو اصلا عنده ايه، يبقى في الحاله دي اروح حاطط له دي بس. هيبقى معناها ان هو حب الحاجه دي وخلاص. بص كده كلمه لاف تفتكري هيتحط لها دي ولا ايه دي؟ دي دي، لان هي اصلا نازله عندها ايه. طيب تعالي نشوف كلمه زي كلمه واتش. واتش معناها يشاهد. انا عايز اقول انا شاهدت التلفزيون وخلاص، هيتحط له ايه دي ولا ايه دي؟ اي دي. طيب فيرب زي بلاي، انا عايز اقول ان هو لعب وخلاص، اي دي. اكسلنت، يبقى انا هحط له اي دي. يبقى هنا اهو لعمل، هكتب بالعربي لعمل الماضي، هنضع ايه حاجتين، لا اما دي لا اما اي دي. اوكي كده. طيب كل الفيربس كده يا مستر بيتحط لها دي او اي دي؟ لا. امال في افعال اسمها الرجولر اللي هي الافعال المجانين. يعني مجانين؟ بص كده الرجولر اهي، تكتب اللي فاتت دي كنت بتقولي عليها رجولر فيربس. يعني ايه؟ يعني الافعال دي انت بتحط لها دي او اي دي، بتحط لها ايه؟ دي او اي دي. لا دي بقى الافعال دي بقول عليها ار اهي رجولر، بحط لها اي ار. طب ليه انت بتحط لها اي ار؟ قالك عشان الافعال دي، صباح النور، عشان الافعال دي هي افعال الرجولر، يعني افعال ما بتحط لهاش لا دي ولا اي دي. تمام؟ مركز يا فندم؟ طيب بص بقى كلمه زي جو، هو جو دي معناها ايه؟ يعني يذهب. طب انا عايز اقول انا ذهبت للمدرسه، ذهبت لتيتا، ذهبت لطنط، ذهبت لاي حته، ينفع اروح حاطط لها اي دي؟ قالك لا. طب ليه؟ ما انت كنت من شويه بتقول لي انا بحط ايدي، صح؟ كنت بحط ايدي، صح؟ لا، هنا جود هي بتتحفظ، لازم الماضي بتاعها يبقى وينت. معايا يا مسا؟ مركزه يا فندم؟ هقول كمان الافعال او الفيربس انا ممكن احطها في سلتين. السله الاولانيه افعال منتظمه رجولر، بحط لها دي او ايدي. تمام كده؟ طيب في افعال تانيه الرجولر، تيجي تحط لها دي تقول لك نو، تيجي تحط لها ايدي تقول لك نو. امال تيجي تقول لك انا الماضي بتاعي لازم أن تبقى انت حافظه. مش فاهمه يعني فيرب زي ايت، هو ايت يعني ايه؟ ايت يعني ياكل. ياكل. طب انا عايز اقول انا اكلت، هقولها ازاي انجليش؟ على القاعده القديمه انت هتحط لها ايدي، صح؟ لا، تيجي تحط لها ايدي تقول لك نو. امال لو انت عايزه تقولي اكلت لازم أن تبقى حافظه ان ايت الباست بتاعها ات. ات. اوكي. طب واحده كمان، لو انا عايز اقول ان انا شربت حاجه، اهو مش درينك دي معناها يشرب؟ طب على القاعده القديمه انت هتيجي تحط لها ايدي هتقول لك نو. امال الباست بتاعها هيبقى اسمه درينك. طب هو انت عرفت الحاجات دي منين يا مستر؟ لان الحاجات دي المفروض ابقى انا حافظاها. يبقى لو حد قال لي جو، جو معناها ايه؟ اذهب. يذهب. جو معناها ايه؟ اذهب. يذهب. يذهب. يبقى جو معناها ايه؟ يذهب. يذهب. تمام. طب لو انا عايز اقول انا ذهبت المكان ده هتبقى مين؟ وينت. شاطر. طيب ايت معناها ايه؟ ايت. لا، معناها ياكل. ايه؟ ياكل. طب انا عايز اقول انا اكلت، ايت. طب درينك معناها؟ يشرب. طب انا عايز اقول انا شربت، جوان. اكسلنت. يبقى انا كده اهو لازم الفيربز ده انا حافظاها. طب ما تيجي نقول مع بعض، ريبيت افتر مي. جو. جو. وينت. وينت. جو. جو. وينت. وينت. طب كلمه سيدي معناها يرى. طب انا عايز اقول انا رايت طائر. طب خلاص انت رايتيه وخلاص، هتقولي سي ولا سو؟ خلي بالك لو انت قلتي ان انت رايتيه وخلاص هيبقى سو، راى. طيب وانا مثلا في المصيف بقى ايه؟ بعمل حاجه اسمها سويم. سويم يعني ايه؟ يسبح. سويم يعني يعوم او يسبح. تمام. طب انا عايز اقول انا عمت وخلاص في البحر ده، هقولها ايه؟ سويم ولا سوام؟ سوام. ملاحظه حاجه؟ ملاحظه ان هو عمال يغير الاي لايه. تمام كده. طيب فلاي. فلاي معناها يطير. لو انا عايز اقول ان العصفور ده طار هقولها ايه؟ فلاو. فلاو. طيب جيت. جيت معناها يحصل على، يحصل على وظيفة، يحصل على درجة كويسة. يبقى هنا هو عايز اقول حصل على، هتبقى جيت ولا جوت؟ جوت. اكسلنت. يبقى خلي بالك من الحاجات دي. الفيربس الافعال في نوعين منها، افعال رجولر منتظمة انت كنت بتحط لها دي او بتحط لها ايدي. ماشي يا فندم؟ طيب
في افعال الرجولر اللي هم الافعال المجانين تيجي تحط لها دي او ايدي تقول لك لا، امال لازم أن تبقى انت حافظها، عارف ان جول بس بتاعها وانت، لكن انت عارف ان ليف دي انت كده كده بتحط لها دي، عارف ان لايك بتحط لها دي، عارف ان ليرن هتحط لها اي دي. معايا كده يا مسا؟ فاهمه يا فندم ولا مش فاهمه؟ تمام. طيب هنا الراجل بيبدا يراجع على الحاجات اللي هو اداها لنا قبل كده، بيقول لي وي جيت وول، احنا بنجيب الصوف from ايه؟ sheep. يبقى we get wool from sheep. طيب we get، تعالي نقرا كده انا وانتي، قولي وانا هقول وراك. we get eggs from chickens. يبقى الاكس ده انا بجيبه منين؟ chickens. طيب number 3 ولا number 5؟ we get meat from cows. cows. يبقى الميت ده هنا بجيبه منين؟ cows. طب what about milk؟ we get milk from goats. goats. طيب number 2. we get milk from sheep. يبقى انا هنا هون ميلك هجيبه منين؟ sheep. طيب number 4. we get meat from chicken. number 6. we get wool from goats. number 8. we get meat from goats. goats. طب اسال سؤال لحد شاطر، هي جت دي معناها يحصل على، صح؟ اهي. طب انا عايز اقول حصل على، هتبقى ايه؟ فاكره؟ ها جوت. اهي يبقى جت، انا عايز اقول حصلت على، هتبقى ايه؟ جوت. تمام، اكيد غشيتيها، غشاشه بتضحكي على المستر. تمام. طيب تعالي نكمل. طيب تعالي نبص على درس الجرامر ده. لو انا عايز اسال بمعنى هل، بس عايز اسال عن حاجه في الباست، يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني عايز اقول لك هل انت كلتي، هل انت شربتي، هل انت ذاكرتي، مش كل الحاجات دي حصلت؟ صح. في الحاله دي هسال بديد، يبقى كلمه هل هنا اهو بسال بيها في الباست بمعنى هل. طب ركزي يا ميسا، حاجه كده بتاع الكبار، قال لك جد ده هي بيجي بعدها الانفينيتيف المصدر. عارفه يعني ايه المصدر؟ المصدر ده يعني كلمة مش في آخرها إس، مش في آخرها إيدي، مش في آخرها أي إن جي، أصغر كلمة. مستر مش فاهمة، عيد تاني. بص كده، ديد مام، يا ترى كوك ولا كوكس ولا كوكت ولا كوكينج؟ أنت قلت لي ان ديد ده هي بيجي بعدها ايه؟ فيرب في المصدر، صح؟ يعني كلمه ما فيهاش اضافات. اصغر كلمه عندك هنا مين؟ يبقى هي دي الصح. فهمتيني كده انا قصدي اقول ايه؟ يبقى ديد دي يجي بعديها حاجه بيسموها الانفينيتيف. الانفينيتيف ده يعني فيرب ما فيهوش اضافات. ايه الانفينيتيف ده؟ بدون اضافات. تمام. طيب اركز يا فندم، هي ديد دي معناها ايه؟ ركزي، انا ديد خدت عنها حاجتين، عرفت عنها معلومتين. اولا هي معناها هل، الحاجة التانية بيجي بعدها مين؟ انفينيتيف. 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 اخر كلام انفينيتيف. طيب تالت معلومة ناخدها عن ديد، ركزي يا فندم، ان انت بتجاوبي عليها بيس او بنو، وتروحي عامله كروس، وتنسيش ان نو بتحب مين؟ نوت. وما تنسيش ان يو بتتحول لمين؟ لار. تيجي نشوف الكلام ده. يلا يا فندم، ديد يو جو تو سكول. معناها ايه دي يا مسا؟ هل ذهبت للمدرسه؟ انا عايز اقول يس، هقولها يس ايه؟ ببص على اول اتنين، يس اي ايه؟ Yes. مش انت جبتي يو هنا خليتها اي؟ وادي ديد هتحطيه هنا. طب لو نو؟ نو؟ هنعمل كروس؟ ماشي، عملت كروس. هنسيبهم زي ما هما؟ ايوه سيبناهم زي ما هما اهو، بس نو بتحبي مين؟ دونت. يا راجل بتحبي نوت مش دونت، بس انت لو هتقولي دونت يبقى انا احط دونت هنا، هو بقى فرح ديد ودونت جنب بعض، يا حلاوه ماضي ومضارع مع بعض. لا
هقول له دي نوت. تعال ناخد واحده كمان علشان اتاكد ان انا فاهم كويس. انت اللي هتعملي دي بقى مش انا، مش كل مره كده انا غششك. did he watch اي غشاشه. did he watch TV. يلا يا فندم هتعمليها ازاي دي؟ زي. عايز مره بالمارك ده ومره بالمارك ده. مش فاهم يعني هنا دي العلامه دي يس ولا نو؟ يس. طب هنعمل نحطها يس ولا نحط عليها نو؟ دي نحط عليها ادي يس اهي. ها دي نو ودي نو. مش بس كده هنسيبهم؟ مش احنا قلنا هنعمل كروس؟ ها طب ما انت ما عملتيش. طب ما تعملي. يلا ايش انا حد ادي هي. هي صح ادي هي اهي وديد. بس كده شكرا. ما تكمليش بعد ديد. بصي يا مسا، بصي 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 مركزه في دي. انا ببص على اول اتنين بس، ما ببصش على الباقي ده خالص، ماليش دعوه بده. ببدل الاماكن الاتنين. طب نو بقى نو برضه نفس الحكايه. ادي نفس الحكايه بس كده. ونحط لها حاجه تاني نوت. ايوه شاطر. نحطها هنا ونط. طب نحطها هنا. طب نحطها هنا. طب فوق. بنحطها فين؟ ايوه هنا اهو. شاطر عسل. نوت. واحده اخيره بقى عشان اطمن ان انت فاهمه، عشان مش عارف حاسس ان انا عمال اغششك. did she cook rice. عايز اعملها مره بيس ومره بنو. هعملها ازاي؟ هنعمل كروس من غير ما نحط يس ولا نو؟ لا انت بتقولي هنعمل كروس، يبقى انا كده مش هنحط يس ونو. لا خلاص يس ونو. ادي حطينا يس اهو. ها ودي نو. مش ودي نو. ها كروس. مش ديد وبعدها شي. ديد وبعدها شي. طب ما ديد في الاول، انت كده ما عملتيش كروس. شي. أيوة. بعدها ديد. ايوه كده. طب عايز الاخيره. نفس الحكاية. نفس الحكاية. وفيها نوت. Thank you. طيب بكده احنا خلصنا اول بارت من يونت 7 لكونكت بلس 2. تعالي نكمل في بارت تاني.